بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا بكم. أتمنى أنه نكون النهاردة بعد ما أدينا الامتحان التجريبي اللي هو The Experimental Test، يعني من كلمة Experiment. هذا الامتحان اللي حضراتكم ده كان مجرد تجربة على أساس أنك تعيش التجربة اللي انت هتمتحن فيها، الامتحان الحقيقي وامتحان آخر العام اللي هيتم من يوم 29/4. طبعا هنا هتلاحظ ان الامتحان اللي انت لاحظته طبعا تحلته مع بعض، يعني على الحب اتجمعنا، لكن احنا الغرض من الامتحان ده هو انك تستطيع انك تتعامل مع التابلت، تستطيع انك انت تشوف ازاي الامتحان الاونلاين بيكون، لكن هو يعني ده كان المقصود من الامتحان. يعني هتلاقي الامتحان فيه سهولة الى حد ما، الا في سؤال البسج بس، ده في كم من الكلمات بس ممكن انت تخمنه البن ادم اللي هو قاضي. واللي خد باله من المراجعة الاخيرة اللي انا نزلتها كان برضو انا نقصت اكتر من فكرة من هذه الافكار اللي موجودة فيها على اساس انك تتعامل معها. علشان كده بنقول لحضراتكم انه لابد ان احنا نمشي في هذا المنوال، وتابعنا دايما في المراجعات المستمرة اللي احنا هنشتغلها مع حضراتكم وعلى مدار الايام القادمة ان شاء الله بعد ما تخلصوا من الامتحانات دي. يعني ما تركنوش وتطنشوا وتقولوا خلاص احنا مذاكرين الامتحان التجربة. طبعا لا ننسى ان نشكر الاستاذ اشرف عبد الودود معلم خبير اللغه الانجليزيه بالمدرسه لدعمه لينا الدائم دائما وتشجيعه الدائم لينا ولتلامذته اللي موجودين في كل مكان. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، احنا هنبدا مع بعض مناقشه. طبعا انتوا عارفين الاجابات، لكن انا كان كل غرضي عايز اقول انت ليه اخترت دي، يعني ايه الفكرة كانت موجودة معايا هنا في هذا المكان، ونشوف مع بعض. السؤال الاولاني كان السؤال الاختياري، you should keep first، لابد ان تحافظ على، لازم يكون عندك في البيت ايه، first a box in your car to give others، يعني في العربية بتاعتك كمان، medical help in case of accident، في حالة accidents اللي هي الحوادث. طبعا first idea، first office، first black، طبعا first aid box اللي هو قلنا عليه صندوق الاسعافات الاولية. ده يخلي حضراتكم انك تحافظ على حفظ الفوكابلوري وتستخدمه في اكتر من موقع من المواقع اللي موجودة عندك. GPS اللي هو GPS ده اللي هو نظام تحديد المواقع، طبعا stands for. النوع ده من الأسئلة اللي هو اللي بتكلم على الاختصارات، stands for، يعني هنا تشير إلى ترمز إلى، جاءت من كلمة abbreviation اللي هو الاختصار. طبعا هنا يعني GPS ده اختصار لإيه، it makes you know where you are، وتخليك تعرف انت فين. طبعا طالما هو اختصار يبقى GPS، يبقى دول ثلاث كلمات، يبقى دور على الكلمة اللي بتاخد نفس الكلام. هو طبعا علشان يلخبطك ادالك الاختيارات الأربعة، كل كلمة يعني من الأولانية بتبدأ بالجي والتانية بالبي والتالتة بالإس. طبعا اللي مذاكر هيعرف انه ده بيتكلم على جلوبال، كلمة كلمة بوزيشن اللي هو المكان، او يضع هنا بوزيشنينج سيستم، جلوبال بوزيشنينج سيستم اللي هو معناه اللي هو تحديد او نظام تحديد المواقع. بعد كده كان بي ديفايند از ا مايكرو اورجانيزم، يعني مايكرو هنا بمعنى دقيق، دقيق يعني معناها صغير الحجم، organism اللي هو طبعا هنا العضو، that can be harmful or useful. طبعا ده من الأسئلة اللي بيسأل حضراتكم عليها على definitions اللي هي التعريفات، اللي دايما نقول لك احفظ الكلمة بالdefinition بتاعها. طبعا هذا الجزء الصغير هتلاحظ انه هو ادالك الاولانية اللي هي disorder والاخيرة disease، دول بمعنى مرض او اضطراب، لكن ادالك اتنين في فيروس وفي بكتيريا، الاتنين دول ينطبق عليهم الكلام ان هي مايكرو اورجانيزم. لكن لو بصيت في الاخر هو ادالك كلمتين، كلمة harmful or useful، يعني منه نوع ضار ومنه نوع نافع.
الفيروس ده نوع ضار، لكن البكتيريا زي بكتيريا اللي بنستخدمها في الزبادي والكلام من ده، دي انواع مفيده. فيجوزن مع الاجابه بتاعتنا البكتيريا. The word hygiene is a، طبعا كلمه المرادفات اللي احنا بنتكلم عليها بكلمه synonym. السينونام بتاعنا ده طبعا غير الانتينام اللي هناخدها بعد شوية. السينونام هنا اللي هو معناها المرادف معنى الكلمة. طبعا احنا قلنا الانسان بيتعرض في حياته لنوعين من النظافة، السانيتيشن والهايجين. السانيتيشن اللي هي البابليك كلينس، لكن الهايجين النظافة الخاصة بك انت اللي هي البيرسونال كلينس. از اهي قلنا اهو قلنا عليها انتينام. انتينام فور evacuate دي اللي هي جايه من كلمه الجلاء. فاكرين الجلاء الانجليزي عن البلد، يعني يمشي، يعني يخلي، يعني يفضي المكان من شيء معين، يعني يخليه. فلذلك هنا عكس هذه الكلمه ان تشيل الشيء وتبعده وتخليه، عكس انك تبقيه. فكلمه تبقي اللي هي كلمه ريمين، يبقى. وممكن طبعا تيجي بقايا لو كان في اس. هنا اهو رجع تاني ويقول لي كمان اللي هي is a synonym. عشان كده كنا دايما بنقول لحضراتكم في الفوكابلري احفظ الكلمة في جملة، واحفظ التعريف بتاعها، واحفظ المضاد بتاعها والمرادف بتاعها. ادي الامتحانات اللي احنا كنا يعني لساننا طلع فيه الشوك، احنا بنقول لك يا ابني احفظ، يا ابني احفظ، او خلي بالك من هذا الكلام. طبعا شيء unexpected، غير متوقع، حاجة انا ما كنتش جاهز لها، سيريس خطيرة كمان، جادة أو دينجرس خطيرة. فطبعا كلكم اللي هي حالات الطوارئ اللي هي الإميرجنسي. I can do research online. فقال لك طب ما معنى تعريف كلمة online؟ يعني إيه أنا بعمل online؟ يعني إيه أنا امتحنت online؟ online here means معناها اللي هي كلمة connected، يعني متصل، إنك أنت متصل بشبكة الإنترنت. I had given the essay to my teacher and he sent me his feedback. فاكرين كلمة الفيدباك، التغذية الراجعة، هنا means يعني هنا اداني طبعا بيقيمني، هيبعت لي اللي التقييم بتاعي اللي هي كلمة evaluation، اللي هو قيمني هل انا مثلا excellent ولا very good ولا good ولا وهكذا. دخلنا هنا بقى على ال الكلمة اللي بيسموها الستراكشرز اللي احنا بندرسها لكم في صورة حاجة اسمها اللانجوج نوتس. ده هنا بيقول if you don't know where to start، يعني انا يعني دخلت كده عايز اعمل حديث لقاء ولقيت الناس كلها ساكتة، عايزينك مثلا تلقي خطبة، تلقي مش عارف ايه، الناس كلها طبعا في حالة من الركود، حالة من الملل، عايز انشط الناس دي. فبعمل لهم ايه؟ the ice. اعمل ايه؟ ده مصطلح break the ice اللي هو كسر الجمود. يعني زي هقول لحضراتكم لما يكون عندك انت ضيف في البيت وجاي لاول مرة وانت شايفه مكسوف ومش راضي يتكلم وحاس ان هو خمس دقايق وهسيبك ويمشي، فانت بتعمل ايه في اللحظة دي؟ انستنا شرفتنا والله، انت النهاردة مش عارف، احنا زرنا النادي النهاردة مش عارف ايه، اخبار مش عارف كذا، ايه اخبار كذا. هنا انت بتعمل break the ice. You should دي اللي لاحظت ان كثيرين اخطأوا فيها. You should live either. هنا لو لاحظت حضراتكم live كالو easy جاب منها المقارنة easier. كلمة live هنا object و easier عبارة عن adjective. في كلمة من دول يأتي بعدها مفعول به ثم صفة اللي هي كلمة make. make دي في الحقيقة من الأفعال التي في حالة المعلوم زي ما موجودة قدام حضراتكم يأتي بعدها مفعول به، وبعد المفعول به حاجة من الاثنين، إما صفة وإما مصدر بدون تو، مصدر بدون تو. أما إذا كان في حالة البسف، يعني في حالة المبني المجهول، فيأتي بعدها تو زائد المصدر.
دي اللي طبعا انا صورتها من على النت بخطأها عشان اقول لكم ليه هو اللي حل ده حل خطأ. يعني بوست هو استخدم هنا دي بي 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 بيختبروا في البريزنت كونتينوس المضارع المستمر بوست جانا اند هير براذر بيجوا اتنين، يبقى اذا الفاعل عندي مش مفرد، لا الفاعل جمع، لان بوست طبعا بنعاملها بتاع الفاعل بتاع الوقت بعدها بيعامل معاملة الجمع. طبعا عندك اتنين ياخدوا ار ستاديد وار ستادي. كلمة ار ستاديد بتتبسف مبني المجهول، يبقى لو انا قلت بوز جانا اند هير براذر ار ستاديد يعني هما اللي بيدرسوا، حد يعني بيعمل عليهم دراسة، لكن الحقيقة هما الاثنين لانه اتى بأوبجكت فيه مفعول به في نهاية الجملة، لذلك هذه الجملة مش في الباسيف، دي في الاكتف في المعلوم، فلذلك استخدم ار ستادينج يعني هما بيدرسوا القانون. ده السؤال ده انا جبته لحضراتكم في المراجعه، انتم انا جبتها لكم بتاعه كلمه speaking the truth لو انتم فاكرين في المراجعه، قلت لك دايما ابدا لما يقول لك ابدا الجمله طالما الجمله مش جمله امر ابدا بفعل مضاف له اي ان جي اللي هو الجيرد اللي اسمه اسم الفاعل. seeing the lion in the zoo as a boy jumped to his feet يعني قفز من الخوف. she was a clever that. طيب في ناس طبعا عرفهم اختاروا as، قلت له خطأ، دي بيسموها so that المنفصلة، so that المنفصلة، لأن في so that المتصلة معناها لكي، إنما so that المنفصلة اللي موجودة قدام حضراتكم معناها جدا لدرجة أن. ودي هذه القاعدة أو هذا الاستراكشر التركيبة دي بتبقى عبارة عن so وذات وبينهما adjective، وممكن تكون adverb وممكن adjective and noun. يعني she was so clever that يعني هي كانت ماهرة جدا لدرجة أنها she could pass the interview عدت في المقابلة. ودخلنا هنا تاني على الجرامر، وهنا استخدم زي ما شرحنا حضراتكم برضو في المراجعة الأخيرة اللي احنا نزلناها في الفيديو قبل السابق، وتكلمنا قلت لك خلي بالك في حالات في الconditionals انك تحدد من الجملة، هو دايما بيدي لك جملة فيها فراغ وجملة كاملة، انا ببص على الجملة الكاملة منها بستطيع ان احدد ايه اللي موجود هنا. هو استخدم I'd accept would accept يعني حالة second conditional اللي هي الحالة الثانية اللي بتبدأ بفعل فين in the past simple. ففين ال past simple هنا هتلاقي عندك اللي هو زي ما هي مجاوبة where please. طالما هنا اهو اللي انا قلت حضراتكم عليها الامباراتيف اللي هي جملة الامر، في حالة الاثبات بتبدأ بفعل في المصدر، وفي حالة النفي بتبدأ بدونت زائد المصدر. يعني هنا please me the way، فين الانفينيتيف فين المصدر بتاعنا اللي هي كلمة show me يعني ارني الطريق. famous supermarkets are always providing offers عروض. طيب هنا عندنا كلمة provide مرة تاخد to ومرة تاخد with، امتى تاخد to وامتى تاخد with؟ قال لو حضرتك يعني provide بيأتي بعدها object مفعول به وبعدين وراها to or with، لو كان الobject المفعول به هنا people يعني شيء عاقل فبقول provided مثلا provided me with يعني هنا زودني بي، لكن هو هنا لما يبدأ أو يستخدم وراء provide الأوبجكت ويكون الأوبجكت هنا غير عاقل يعني sink شيء فبتستخدم to. هنا provided يعني وفر overs العروض لي لكاستومرز اللي هم الكاستومرز اللي هم إيه الزبائن. خلصت الأسئلة الاختياري 16 اختياري، وبدأ يدينا حتى يعني اعتقد ان هو اللي هي fill in the gaps with suitable words or words كان سهلة حقيقة ما فيهاش يعني فكرة. طبعا هو على اساس ده امتحان تجربة. يعني Lena is a kind person she went ذهبت، went يعني go، وجو احنا دايما عارفين لما يأتي بعدها objectنا مفعول به او place مكان بتستخدم حرف الجر to، فبتقول she went to her friend Noor all afternoon they kept من الكلمات او الافعال التي يأتي بعدها ing
يعني كبت ايه about their old days ايام بتاعت زمان يبظلوا يعملوا ايه. ممكن طبعا لو قلت واحد قال لي طب ما انا ما اقول remembering, لو قلت له لو هو انت قلت remembering ما كانش استخدم معاها حرف جر اللي هو preposition هنا, لا لكن هو about عن يتحدث عن, يبقى talking about their old days after. هنا عند حضراتكم after لم يأتي بعدها فاعل, فلذلك برضو هيستخدم ها بعدها verb مضاف له ايه ing. after goodbye اقول ايه telling, خطأ لانه انت عشان تقول telling لابد ان تذكر مفعول به, يبقى اذا هنا هقول saying say goodbye لان دي تحية, saying استخدم له ing ing. he talks about she arrived home, وصلت البيت. her family waiting for her. طبعا هنا كانت طبعا she arrived home, وصلت البيت as في اللحظة دي, بينما her family waiting for her كانوا ينتظرونها, كانوا ينتظرونها في هذه اللحظة. ده أصعب سؤال حقيقة, يعني مش هو مش صعب, هو لأنه بيحتوي على مجموعة من الفوكابلري اللي هي بتكون فيها صعوبة شوية. أنا هقرأها مع حضراتكم وهترجم الكلمات اللي هي ممكن أنت حضرتك ما تبقاش عارفها. هو اتكلم هنا قال flowers are more than just a pretty way, يعني الورود دي ليست مجرد pretty way طريقة جميلة to fill a garden or, الكلمة دي عربي انجليزي بنقول عليها اللي هي البوكي, عارفين بوكي الورد بوكيت اللي هو البوكي الباقة بتاعة الورد, يعني هي مش مجرد انك انت يا اما تزرعهم في الحديقة او تجمعهم في باقة زي improve. هو هنا يعني زي ما قلنا لحضراتكم لما تتعامل مع القطعة من التوبيك سنتنس كما قلنا في البراجراف المرة اللي فاتت, التوبيك سنتنس دي اللي بتعرفك هو هيتكلم عنها, فعرفنا من خلال هذه الكلمة انه هو هيتحدث عن الفلاورز بس هيقول ايه عليها, ده اللي احنا هنشوفه مع بعض. زي improve your overall quality of life, يعني هم بيحسنوا يعني كل صفات الحياة او الجودة بتاعت الحياة. from their scent, scent هنا معناها الرائحة, to their ship, يعني هم ليه يعني هذه الورود لها فايدة ومفيدة سواء كانت من الريحة للشكل لو انت استمتعها, يعني كأنها انك انت بتستخدم حاسة الشم او حاسة الابصار بتبقى مريحة للجسد سواء شمتها او نظرت اليها. they have the power to reduce stress, يعني الورد ده ليه يعني ربنا مزوده بباور قوة هنا تقلل التوتر عندنا. inspire تلهم creative thinking الناس المفكرين او الفكر الابداعي بيسموه. and even listen يعني هنا اللي هي عملية ان هي تقلل, بص الكلمة دي نطقها ازاي, anxieties اللي هو معناها القلق برضو. because they are often given لانك انت بنستفاد منهم بنقدمهم للناس gifts كهدايا to friends and loved ones والاشخاص اللي انت بتحبه بتقدم له ورد. they have even been known to make people اهيشه, فخلي بال حضراتكم لو حد بيذاكر او حل السؤال اللي جانا قدام بتاع ميك, ادي ميك وادي المفعول به, هو هناك قال لك ميك مش عارف ايه كده easier, make life easier, هنا make people happier and more optimistic اللي هو المتفائل. flowers are customers a thing of beauty, thanks يعني طريقة من طرق انك تقول لحد مش شكرين, to the vivid, كلمة vivid معناها مشرق, colors الالوان البراقة او بتاعة الوردة دي او المشرقة. interesting shapes كمان الاشكال المثيرة بتاعتها الشيقة, and size واحجامها, يعني الورد ده يعني حجم الوردة وشكل الوردة ولون الوردة كل ده بيقبله ليه معاني ومغزى. this makes them a favorite of those who can appreciate their qualities, يعني appreciate اللي هي يقدر, طبعا هذا الورد بيجعلهم مفضلين عند أولئك الذين يحبون الورد ويقدرون صفاته. كلمة الرقة هنا delicacy, كلمة delicacy
of their petals. طبعا البتلات اللي هي الورق اللي هو الملون سواء لون الورد الاحمر، طبعا انتوا حضراتكم درستوا في البيولوجي، البتلات اللي بتاعت الورد اللي هي بتكون التويج اللي بيسموه التويج او التاج بتاع الورده، can often serve as a reminder يعني of the. بص الكلمه الجميله اللي جايه دي، ساعات انت لما بتشتري يعني شيء ما جهاز وكرتون تلاقي رسم على هذه الكرتونه بتاعت الجهاز ده كاس زجاجي، بتلاقي كات دي معناها يقول لك فرجل، فرجل يعني قابل للكسر. كلمه فرجيليتي هنا معناها هشاشه of nature and life. شوف التعبير الجميل بيقول لك انه رقة هذا الورد، يعني انت الورد تبقى جميلة ممكن لو ضغطت عليها انتهت وماتت، وهي دي الكاتب بيقول انها ترمز الى هشاشة البيئة الطبيعة والحياة. Because of their beauty flowers are considered an inspiration. Inspiration يعني الهام، يعني هنا الورد طبعا الشعراء دول لما يقعدوا وسط الورد طبعا يبدأ ايه ينزل عليهم الوحي ويبدأ بالنسبة لهم الهام، to creative thinkers المفكرون المبدعون اللي هم زي الشعراء وزي الاخرون، يعني زي have inspired countless works اعمال لا حصر لها of art such as classic paintings كل الرسومات القديمة. Many flowers have natural scents يعني الورد ده ليه ريحة طبيعية، ذات زي emit يعني هنا emit يعني يقذف، when it bloom كلمة bloom هو في حالة الإزهار يعني في حالة تفتح الورد، زي have long been shown to remove toxins from the air وهم وظيفتهم يعني الحياة السامة اللي في الهواء بتشيلها الروائح الطيبة دي، especially when هذه كلمة positioned in such a way that can receive the. بص الكلمة الجديدة دي ventilations اللي هي التهوية، التهوية to هذه الكلمة disperse دي الكلمات اللي أنا بتك عليها وبقف عندها بغرض أنك تنتبه لها شوية، disperse throughout يعني تنتشر throughout the space and help spread هي برضو بمعنى تنشر their natural perfume اللي هو الرائحة اللي هو البرفانات بتاعتهم. They are also commonly used in بص الكلمة دي اللي بنسميها ايه raspy وناس تقول raspy الامريكان raspies for perfumes، وهذه الكلمة اللي هي معناها بمعنى اجراء او عملية يعني انتاج البرفانات. Because they increase positively in moods يعني هم لهم تأثير إيجابي على الحالات المزاجية للناس. They can reduce levels of بص الكلمة اللي هي anxiety and allow people to feel more at ease. At ease يعني أشعروا بالراحة. هذه قطعة بتيالي يعني يمكن كان ناس كتير لما اتصلوا وقالوا لي خلي بالنا احنا الأسئلة في كلمات كتير يعني ترجمناها بس ما كناش فاهمين القطعة بتحكي عن ايه. The main idea of the passage is the الفكرة الرئيسية لهذه القطعة فعلا بيتكلم على beauty of flowers اللي هو جمال الورد. The delicacy of the flowers petals ان رقة بتلات او اوراق الورد can make person remember fragility of اللي هي هشاشة مين قلنا nature and life many flowers have natural scents that they when in blooms يعني الروائح بتحصل ايه للورد ده بيعمل ايه للريحة بتاعته في حالة الازهار في حالة التفتح بيعمل image يعني يقذف هذه الروائح وينشرها. Which sentence can summarize the passage؟ ده نوع من الأسئلة يقول لك يعني بدل ما يقول أي يعني فكرة رئيسية ويقول لك طب عايز جملة تلخص لي كل اللي موجود هنا اللي هي flowers, beauty and the different uses of them يعني جمال الورد والاستخدامات المختلفة لها.
هنا explain how flowers improve your overall quality of life. Mention two points. هنا وريني ازاي ان الورد ده يعني بيحسن الحياة، يعني خلي الحياة جميلة والحياة لونها بامبي. They change your mood with their beautiful scent and shape. الريحة والشكل يخلوا حالتك المزاجية ممتازة. They have the power to reduce stress. هما بيقللوا التوتر. Inspire كلمة creative اللي هي thinking اللي هو بيسموه التفكير الإبداعي. اهو creative thinking اهو اللي احنا بنقول عليه creative thinking اللي هو التفكير الإبداعي. بدأ هنا طبعا how can flowers motivate يحفز motivate يعني يحفز post people and thinkers. قلناها دي من شوية ان هما يعني للناس بيخليهم يعني يخلي الوحي ينزل عليهم لا يبصوا على الورد وان هي ضعيفة بيخليهم يفكروا في fragility of nature and life. Do you think the flowers can be used in both happy and sad occasions? الوردة ممكن نستخدمه في المناسبات السعيدة والمنيلة بنيلة. Illustrate your answers with examples. فعلا طبعا احنا عندنا تروح الفرح تاخد الورد، تروح الواحد ميت تاخد ورد. يعني yes because when you love someone you would give them some flowers and on another hand ومن ناحية أخرى your mom طبعا هنا a dead person with flowers. طبعا هنا طبعا أنت حضرتك بتقدم آسف يعني لهذا الرجل الميت الورد. ده الباراجراف أنا هسيبه لحضراتكم. هو اتكلم على الاتشيفمنتس يو ار براود اوف، يعني اديني احد الانجازات اللي انت حاجه عملتها في حياتك انك انت فخور بيها. انت في البدايه طبعا زي ما احنا اتكلمنا في الباراجراف ان هو لازم يبقى عندك توبيك سنتنس اهو هوبيز بلايز ان امبورتانت رول ان اور لايفز. يبقى بيتكلم على هوايه كل بني ادم، كل واحد عنده. واحد يقول لي انا مثلا لما فزت في كذا حصلت على درجه، مثلا طلعت الاول في الاعداديه، طلعت الاول الابتدائيه، طلعت غنيت قالوا لي برافو عليك، اقترحت حاجه، جبت اي حاجه وبتحكي عليها ظروفها، بتذكر الشيء وظروف هذا الشيء وانت عملت ايه عشان توصل له وحسيت بايه وتنصحنا بنعمل ايه عشان نوصل اللي انت عايزه. انا هسيب لحضراتكم باراجراف عشان بس الفيديو ما يطولش، ونبدا يعني حاول تعمل بوز للفيديو واقراه شوف هو اتكتب ازاي. ادي الترجمه كانت سهله صراحه. give it to the needy. طبعا ده اسم منظمه. is an organization that gives money to the poor. it is a charity. طبعا خيريه هتنبسط دلوقتي. it is a charity organization founded اسست هنا in many places او توجد. يعني بيقول ان اعطاء المحتاجين ده اسم المنظمه. هي منظمه بتعطي المال للفقراء وهي جمعيه خيريه تاسست في اماكن كثيره. ادي كمان عكس ترانسليت انتو انجلش. جدي يعني جدك يعني اللي هو طبعا جد يعني عشان الناس فاكرينها فكروها اللي قال لي جدي واللي قال لي مثلا جدي يعني امر جاد. طبعا ناس كتير ما اخذتش بالها لا يعرف التعامل مع التكنولوجيا الحديثه التي نستخدمها في العصر الحديث، ولكنني علمته استخدام الهاتف للاتصال والتصوير وسماع الراديو. My grandfather ماله يا عم does not know how to deal with the modern technology. deal يعني يتعامل مع that we use in modern times اللي بنستخدمها احنا في العصر الحديث. But I طبعا taught him يمكن الكلمة دي يعني مكتوبة خطأ. انا ده طبعا انا قلتها من النت. طبعا هي taught T-A-U-G-H-T معرفش يمكن هي ايه وبقى طلعت او ولا ايه. to use the phone to communicate, photograph and listen to radio. بعد المناقشة البسيطة دي أتمنى أن نكون إحنا يعني استفدنا ولو بجزء صغير، على أساس نستفاد إن شاء الرحمن من أخطائنا اللي ممكن وقعنا فيها في خلال هذا الاختبار البسيط.
طبعا تجهز نفسك للامتحان اخر العام، هيبقى طبعا في تكات زي كده، بس اديك فهمت ان هو بيركز عامة على الفوكابلري، ويركز على المرادفات، يركز على التضاد اللي هي عكس الكلمات، اللي في القطعة بيركز على كلمات لأول مرة تشوفها لازم تخمنها، ولازم الفكرة الرئيسية، وهكذا من خلال هذا الأمر اللي احنا شفناه. في النهاية بتمنى ان حضراتكم فعلا تكونوا حليتوا كويس، واتمنى انه كمان نحافظ على مستوانا، وتمر البلاد بالأزمة اللي هي فيها. اترككم في رعاية الله عشان ما اطولش عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.